فيسبوك عملوا ايفنت للشرق الاوسط واوروبا، يعني ايميا، يوروب ميدل ايست وافريكا، يعني اوروبا الشرق الاوسط وافريقيا. بهذا الايفنت حكوا فيه هن بكذا موضوع، فالان الموضوع اللي فيه عليه اليوم هو الواتساب، وبالاخص هو واتساب الاعمال والواتساب يلي عم بيكون صفحه اساسيه للمؤسسات الصغيره يلي عم تستعمل الواتساب والانترنت لبيع منتجاتها. التحديثات اللي عم تصير بواتساب عم تذكرني كثير باوائل التسعينات، لما كان الويب سايت، الموقع اللي على الانترنت هو كل شيء، كان هو بنركز عليه، بنحط عليه صورنا، بنحط عليه الفيديوز، بنحط عليه ارقام التليفونات والمنتجات والبيع على الانترنت. التحديثات اللي عم تعملها واتساب اليوم عم بتذكرني باوائل التسعينات والويب سايت، فعم بيكون للمؤسسه الصغيره عم بيستعملوا واتساب للاعمال، واتساب فور بزنس، كصفحه الاساسيه لا يتواصلوا فيها مع العميل، كصفحه اساسيه لا يكون في المنتجات، يعني ككتالوج كامل لهيدي المنتجات، وعم بيكون في كمان للبيع. فاذا بيكون في شراء معين، يعني نتيجه الحديث مع العميل هو شراء المنتج، عم بيكون واتساب فور بزنس هو عامل اساسي بهذا الموضوع. فلما يوصل، فانتم بهالحاله كاصحاب عمل اللي بتعملوه هو بتحطوا رقم الواتساب فور بزنس. هذا رقم الواتساب فور بزنس بتحطوه وين ما كان، على الانترنت، على صفحاتكم الخاصة، على انستغرام، على فيسبوك، اذا ضمن المحل، اذا عندكم محل تجاري، او لما اذا عم توصلوا دليفري فيك تحطوهم اوراق من ضمن المنتجات اللي عم توصلوها. يعني هي الفكرة، كيف بتحطوا كنتوا موقع www.موقعكم.com، عم بيكون هلا نفس الشيء، بيكون بس رقم الواتساب. فاللي بيصير هو الشخص لما العميل لما بيتواصل معكم عن طريق الواتساب عم بيفتح صفحتكم على واتساب فور بزنس. فلما اول ما يتواصل معكم حيفوت على صفحتكم على واتساب يلي بقلبها انتم مين، شو بتعملوا، المنتجات، اوقات العمل، وين المحلات موجوده. فهيدي عم تكون صفحه كامله لحتى تقدروا انتم كمؤسسه صغيره، كاس ام بي، سمول تو ميديوم بزنس، انكم تتواصلوا مع العميل وتفرجوا كل هالمنتجات يلي فيها. يعني كانه حدا فات لعندكم على المحل واعطيتوه، يعني عم يشوف المنتجات المحل، او عند في كتالوج، اذا معودين انه يكون في كتالوج او معين انه العميل يشوف شو عم بيصير، شو عندكم منتجات، وشو اسعارها وشو مواصفاتها. هيدا عم يكون في شيء رقمي بيشبه هيدا الكتالوج. والحلو فيه لما بعد ما يشوفوا هالمنتجات فيهم يتواصلوا دغري معكم، بس يتواصلوا عن طريق الرسائل النصيه، عن طريق الرسائل الصوتيه، الفيديوهات، وانتم كمان بتردوا عليهم بالرسائل الصوتيه والنصيه والفيديوهات. فكله عم يكون هيدا طريقه التواصل عم تكون عن طريق هيدا الواتساب للاعمال. والحلو فيه انه لما تتواصلوا معهم اللي بسموه سوشيال كوميرس، في له كذا اسم، سوشيال كوميرس او بيرسونايزد كوميرس، عم يتواصلوا معكم، عم يسألوكم عندكم هالمنتج بالاحمر، بتوصلوا لي على هيدي المنطقة بالرياض، اذا بدي يردوا للمنتج شو في اعمل، كيف في ادفع. فكل هالاسئلة اللي بدهم يسألوكم اياها هيدي كلها بتصير عن طريق الواتساب. فلما يجي موضوع انه صرنا بدهم قدرة شرائية، يكون في قدرة شراء عن طريق الواتساب، فيكم من ضمن الواتساب هيدي جاي الخاصية هلا قريبا، عم يبلشوا فيها، بأسواق الكبيرة بالهند، ورح توصل لغير أمكن كمان مع الوقت. بيقدروا الناس إنهم يشتروا عن طريق واتساب. فهذا المنتج اللي عم تشوفوه عم تحكوا فيه كل شيء يوصل لمرحلة بيختاروا الشخص وبيشتري. فعم يقدر إنه العميل بيقدر يشوف شو المنتجات اللي عندكم اياها ويتعلم شو فيها ويشوف فيديوهاتها وصورها ومواصفاتها، عم بيقدر يتواصل معكم لحتى يفهم هذا المنتج ويسأل اسئلته ويتاكد من كل شيء، وعم بيقدر كمان يقوم بالشراء، الدفع، يعني عم يكون الدفع عن طريق الواتساب. فانتم كمؤسسه صغيره اذا بتقدروا تعطوا وقت اكثر وقدره اكثر لواتساب فور بزنس، يعني واتساب للاعمال، عم تقدروا ساعتها انكم يكون في عندكم
قدرة معينة لأنكم تتواصلوا مع العميل ويكون في عرض لمنتجاتكم ويقوموا بشراء. وموضوع تاني أساسي بالواتساب فور بزنس اللي أنا بنصحكم فيه إذا أنتم كمؤسسات، إنه يكون في الخط الواتساب الخاص غير خط الواتساب للمؤسسة. الخط الواتساب الخاص اللي هو لكم أنتم، خط للمؤسسة بتشتروا سيم كارد من السوق حقه 40 50 ريال، تشتروا لهذا السيم كارد بينحط بالواتساب للاعمال، وبتقدروا ساعتها انكم تستعملوه هذا بطريقه خاصه بس للاعمال. فلانه كمان بس تكبر الشغل ويكبر المؤسسات وهيك، حيكون في كذا شخص يعني حيكون عم يشتغل معكم لحتى يساعدكم بموضوع البيع عن طريق الواتساب، فبتقدروا انتم المؤسسه كذا شخص يستعمل هذا التليفون وهذا الرقم. هيدا بشكل عام المواضيع الأساسية اللي بنغطيها بواتساب للأعمال والنصائح اللي استعملوها أنتم كمؤسسات بهذا الموضوع. عندنا واحد من الأسئلة يلي هو الواتساب كيف حي يعني ينربط، كيف بده ينشبك بحساب البنكي تبع المؤسسة. هلا اللي حيصير هو لما يكون في قدرة شرائية عن طريق الواتساب حيدفع العميل عن طريق الكريدت كارد، عن طريق خط مدى، ماستر كارد، فيزا، بيدفع لكم. هلا حيكون في لكم حساب انتو مع واتساب، فاللي عم بيصير هنيك حسابكم عم بيصيركم مع واتساب، بس يوصل لحجم معين من هولي تطلبوا شيء اسمه باي اوت. باي اوت اللي هو اوكي يا واتساب انا صار لي معكم 10,000 ريال، حولوا لي اياها على هالبنك. ففي هيدي الطريقه بتكون ساعتها بتكون المصاري عم تتجمع، يعني عم يدفعوا لكم كذا شخص عم تتجمع مع واتساب، وبس يوصلوا لحجم معين او انتم محتاجين للفلوس في طلب للدفع باي اوت لحتى يقدر انه المؤسسه انه تقبل المصريات يلي قبضها واتساب، يلي ساعدكم واتساب ليقبضها بالمنتجات اللي عم تبيعوها. السؤال الثاني اللي هو اذا عندكم اسئله بليز سالوني اياهم بالتعليقات. السؤال الثاني عم بيكون هو اذا شو الواحد بيحتاج يعمل ليفتح واتساب للعمل. هلا الواتساب للعمل يعني فيكون على يعني ما في شروط كبيره له، الشرط الاساسي هو بيكون في خط سيم كارد شغال بيقدر يستعمل اس ام اس لحتى يتفعل عليه واتساب، وما في يكون واتساب للاعمال وواتساب الشخصي موجودين على كتطبيقات على نفس التليفون، فبده يكون في عندكم جهاز ثاني لحتى تعملوه. هلا مع الوقت لما بكون في صار في فلوس ومصاري حيطلبوا اكيد منكم واتساب لتاكدوا انه انتم مؤسسه معينه، او على القليل في لحساب البنك لحتى يتواصلوا معكم فيه ويحولوا لكم المصاري. هيدي حتكون اوضح شوي لما بيكون صار موجود اكثر ببلادنا بالشرق الاوسط، بعد هلا مش موجوده بس قريبا رح بتكون موجودة. اوكي شو عندنا اسئلة بعد هون؟ اوكي السؤال هون يلي هو فيسبوك عملتها الخاصة الكريبتو كرنسي يعني مثل بيتكوين او غيرها. السؤال هو اذا الناس فيها تدفع عن طريقة، ما بشوف ليش لا ما في الناس تدفع عن طريقة، بس لأنه بعد هيدي العملة منا متداولة بشكل كتير كبير فما في كتير معلومات عن مشاكلها. يعني في معلومات عنها بس ما في معلومات عن مشاكلها، يعني ما صار لها وقت كبير موجود ومتداولة لحتى الناس يكون عندها مشاكل كتير فيها وحلول ليكون في معلومات كافية لحتى نقدر نجاوب عليها. السلام عليكم عمار، إذا عندك أسئلة بليز سؤال. مرحبا محمد، مرحبا رامي. شو عندنا كمان أسئلة بعد؟ شوف الأسئلة لورا شو فيها. طيب فنحن إذا بنركز على موضوع الواتساب هو المؤسسات الصغيرة والكبيرة عم يشتغلوا كواتساب لخط مواصل اتصال مباشر مع العميل، ونحن كعملاء كتير عم نستعمله،
وكمان في توقعات منا نحن كمؤسسات انه نقدر نجاوب بسرعه، لانه هو الواتساب بتعرفوا نحن معودين نبعث لاصحابنا، وبنزعل من يلي متاخر يرد علينا، بنزعل من يلي بيكون لاست سين قطع الوقت عن الرساله اللي نحن بعتناها، بعتنا الرساله على 8 واللاست سين صار 9 ونص المساء وهن بعدهم ما ردوا علينا، هذا كمان بيزعجنا شوي. ونفس الشيء حيكون بالاصحاب يعني بالمؤسسات التجاريه كمان، فمعودين هن يتواصلوا مع الاصحاب عن طريق الواتساب وفي سرعه بالاجوبه. بيتوقعوا كمان من المؤسسات انه يكون في هذا النوع التواصل السريع. السؤال هو قديش لازم يكون في قديش يكون حجم الشركه ليستعملوا واتساب للاعمال؟ انا عم بشوف واتساب للاعمال عم يستعملوه مؤسسه هي شخص واحد او مؤسسه تجاريه كثير كبيره اللي عندهم فوق 12000 موظف عم يستعملوا هيدي الواتساب للاعمال. وهو الحلو بواتساب انه سكيلبل، يعني بيكبر كثير 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 معنا، ففيكم بس مشان رساله رسالتين بالنهار فيكون لمئات الرسائل يلي بالنهار، واذا يكون في كذا شخص وكذا موظف عم يقدر يرد ويعمل. حتى في سيستمات انا ساعات مؤسسات معينه يعملوها، قد ما بيجيوا رسائل عن طريق الواتساب استعملنا سوفت وير يلي بيستقبل كل هيدي الرسائل وبيجمعهم بنسميهم تيكتس، اللي هو كل طلب بيجي بيكون تيكت، وهذا التيكت يلي بيجي عم بيكون في له وقت وفي شخص بيجي له مسؤول عن هذا الطلب اللي بيجي العميل، وعم نقيس نحن هالناس قديش عم بياخذهم وقت لحتى يردوا، يعني الموظفين قديش عم ياخذوا وقت لحتى يردوا، عم يردوا منيح عم لا يعني. ففي يكبر كثير استعمله لواتساب للاعمال لحتى يكون يقدر يلبي احتياجات المؤسسة الكبيرة. السلام عليكم فارس. فمنشان هيك عم بيكون في استعمال واتساب من المؤسسة شخص واحد أو من المؤسسات الكبيرة اللي فيها 12000 موظف اللي عندها مئات الألاف من العملاء، لأنه هو واتساب للأعمال، واتساب في البزنس عنده قدرة أنه يكبر كتير حسب الطلب فيه، إذا كان شخص واحد عم بيجاوب من المؤسسة أو إذا كان في عدد كبير من الأشخاص بيشفت نهار، يعني ناس بالنهار وناس بالليل عم يقدروا يردوا عليه. منشان هيك بيقدر واتساب للأعمال يساعد كثير من المؤسسات الصغيرة والكبيرة إنه يكون في عرض للمنتجات مثل الكتالوج، يكون في تواصل مباشر مع العميل عن طريقة الصوتية، الرسائل الصوتية أو النصية أو الفيديوهات أو الصور، وكمان بالآخر وأهم شيء هو الشراء. يعني هيدي جاية على منطقتنا الشرق الأوسط قريبا، إنه نقدر عن طريق الواتساب نحن كمؤسسات إنه نستقبل دفعات من العميل بعد ما يشوف المنتج. يعني في أحلى منا إنه عم يتواصل معنا واتساب، شايف الكتالوج، شايف المنتج، شايف الفيديو، ونحن وتاني شيء سألنا الأسئلة اللي بده يسألها العميل وجاوبناه، عندك إياها بالأحمر، في أصغر منا إذا بدي ردها، بتوصوا على هال حي بالرياض، كل هذه التفاصيل عم نقدر نعمل عن طريق الواتساب. وبعدين خلص بقال اوكي انا مستعد اشتري من عن طريق الواتساب، عم يقدر يقوم بالدفع لحتى يقدر انه يدفعنا، بس يدفعنا خلص احنا بنقدر بنوصل هذا المنتج له. فهذا كله اساسه عم بيكون عن طريق واتساب، والواتساب عم يقدر اليوم بواتساب للاعمال عم يقدر يكون يلعب دور الصفحه. ففيكم حتى انتم تاسسوا مؤسسه كامله تنشروها على واتساب. بعرف كثير مؤسسات بالسعودية والإمارات يلي أول سنة المؤسسة كل شغلة كان على واتساب وعلى دعايات على الإنترنت، دعايات على إنستغرام وسناب، وهلأ عن جديد على تيك توك اللي عم استعملوه وغيرها. فبس بهول الاثنين المنتجات عم يقدروا هني أنهم يكبروا البزنس ويبيعوا منتجات لحتى يقدروا يستعملوها. هلأ واحد من السؤال الأسئلة هي في واتساب يستعمل واتساب فور بزنس يستعمل على اكثر من جهاز. هلا خاصيه واتساب للاعمال هو للاعمال، يعني بيعتبروا هو انه في عدد موظفين، في كثير عدد من الاشخاص شغالين فيه، فبينعطى رقم واحد، وهذا الرقم في نشغل فيه لاكثر من موظف، فبتكون هيدا الرقم عم بيكون موجود كبير بالاول واضح على موزعه بالوراق، موزعه بالمنتجات، موزعه على الانترنت والدعايات، كله هذا موجود عم بيكون فيه. ولما حد يتواصل معنا من ورا ما يعني ما في ضروري يجي على جهاز من عندنا، في يجي على سوفتوير على الكمبيوتر،
فساعدنا احنا يعني كذا مؤسسه انه تقدر توصل لهي المرحله، يعني يقدر يكون في كذا موظف عم يقدر يستلم رسائل على الكمبيوتر، وفيكم تعملوا موظفين شغلتهم كل يوم انه يردوا على هيدي الاسئله كلها، هيدي فيها تكون موجوده وتستعملوها هيك. فايه جوابا على السؤال هو انه بيقدر واحد يستعمله من كذا جهاز. شو عندكم اسئله بليز اسالوها بالتعليقات، او بعدين اذا بدكم تواصلوا معي عن الطريق الخاص بتيك توك او انستغرام او واتساب او واتساب. حتى انا موقعي الخاص ايمنعتاني.com حاطط واتساب كمان، يعني حاطط رقم واده وفي زر واتساب تتواصلوا معي فيه، بتقدر تتواصلوا معي دغري فيه، لانه هو واتساب عم بيكون خاصيه كثير كبيره للاستعمال بمنطقتنا بالشرق الاوسط. واحد من الاسئله اللي هو فيها حتى رسائل تلقائيه بعد الشغل، ايه يعني مثلا اذا نحن اصحاب عمل ونحن جمعه وسبت ما مش شغالين، او في عندنا تاخير بالتواصل، ففيكم لما حدا يترش لنا رساله، لما يكون في رساله توصلنا نحن عن طريق الواتساب، في يكون في رساله تلقائيه اوتوماتيكيه بتقول نحن اوقات دوامنا من الساعه 9 الصبح ل 9 المساء، فنحن بعد هذه الاوقات بنجاوبكم ثاني نهار. فيها تكون هيك بهيدي الطريقة يعني. طيب أنا بس بفرجيكم بعد كم شغلة يلي كانت من الإيفنت تبع يلي عملته فيسبوك، يلي تواصلت فيه مع الناس يلي مع المؤسسات، لحتى تفرجيهم عن شو عم يكون في تغييرات جذرية. اوكي هلا من الامور اللي بيحكوا فيها هو انه في 175 مليون رساله على حساب بزنس على واتساب، هيدا ما خاصه بالرسائل الشخصيه اللي نحن بنبعثها للاصحاب والنكت وكل هالمعلومات، هيدي عم نحكي يوميا للمؤسسات، فاللي هي من اشخاص فرديه عم يتواصلوا على صعيد يومي مع هيدي المؤسسات يلي عندها واتساب في البزنس اللي انا كنت عم بنصحكم فيه اليوم وعم بعطيكم تفاصيل زيادة عنه. فهيدا دليل انه في عدد كبير بيطلب وبيهمه انه يتواصل معكم عن طريق واتساب كمؤسسة. خلينا نفرجيكم معلومة تانية كمان. عم ينعمل اتصالات 15 مليار اتصالات كل يوم عن طريق الواتساب. وفي 2 مليار حساب واتساب كل يوم في استعمال، بنحكي مليارات تو بي بليون، احنا في 6 7 مليار شخص بالعالم، في 2 مليار منهم كل يوم عم يستعملوا واتساب. هيدي هون الحلو فيها، بتفرجينا زحلكم شوي، بتفرجينا كيف الصفحة عم بتكون موجودة لواتساب. فهيدي حتكون صفحتكم على الانترنت، صفحتكم الأساسية اللي على الانترنت اللي هي بتفرجي انتو مين، فهي عن طريق واتساب بس يتواصل معكم عن طريق الواتساب. عم يكون في عم تشوفوا فوق في منتجات أساسية انتو حاطينها، وفي قائمة بالمنتجات المعينة. والحلو كان بفرجيكم اياه هون انه فوق في عندكم على هيدا، بفرجيكم بوصلكم هون 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 بصير فوق في كارت، يعني في حدا في يقوم بشراء المنتجات، في شراء منتجات ويدفع حقها. فهون نحن عم نقدر نعمله، نحن عم نقدر انه نخبر العميل اللي بيوصل لعنا نحن على واتساب شو في عندنا منتجات، شو بنبيع وشو بنعمل، وكمان شو تكلفتها وشو صورها شو الفيديوهات عنها، وفي العميل كمان يقوم بشرائها. فهذا النوع التحديث يلي هو بيأثر كتير على المؤسسات الصغيرة والكبيرة يلي عم تحاول انه تتواصل بطريقة افضل على الانترنت مع الناس
وتقدر تفرجيها شو عم بيصير، وتعرف الناس اقل عم تفوت على المحلات لانه هلا في مشاكل كوفيد يلي ان شاء الله نحن صرنا على في عنا بوادر خير لها. زيادة اطلقتها فيسبوك بهذا فهون بس يفوت الشخص اكثر على الصورة المعينة، بيفوت بيشوف هون بتلاقوا هون هيدي الصورة كبيرة مرتاحة، يعني بتحكوا انتم تلتين من الصورة عم بتكون موجودة عليها، وكمان تحت عم بيكون في السعر، عم بيكون في اسمها، عم بيكون في السعر، الاسم والسعر وشوية معلومات عليها، وفيهم يبعثوا لكم رسالة، بس هون مسج هذا بالاخضر لما يبعثوا لكم هيدي الرسالة انتم حيوصلكم كاصحاب المؤسسات حيوصلكم صوره فيها والناس حتسالكم اسئله عنها شو هي هون، وانتم بتعرفوا ساعتها هني عن شو عم بيحكوا وليش وشو عم بيصير هون هون فيها. انا هيدي كمان لقيتها حلوه، لما الكارت عم نحكي مثل كانه حدا عم يشتري على الانترنت على موقع معين، فالكارت يعني في عنا المنتجات اسعارها، وعم يكون كمان عنا العدد عدد المنتجات، وفي زر اد مور اذا حدا بده يزيد المنتجات، بيزيد عدد المنتجات او يزيد غير منتجات بيقدر يزيدها من هون. فهيدي بلاقيها بتلعب دور كثير مهم بطريقه التواصل، بتغير طريقه التواصل عن طريق ال الامور الاساسيه تبع فيسبوك للاعمال، واتساب فور بزنس، يلي هو عم بيلعب دور اكبر واكبر بالحياه الاعمال اليوميه من قبل كوفيد وهلا اكثر اكيد بجائحه كوفيد نحن موجودين فيها، وان شاء الله بوادر خير عم تكون موجوده هلا. ف هول التحديثات بتساعدنا نحن كمؤسسات انه نقدر نتواصل احسن مع العميل، يعني اول شيء يقدر يشوف هالعميل شو عندنا منتجات، شو عندنا شو اسعارها، وشو في خدمات نحن بنقدر نعطيها، هيدي واحد يلي هي مهمه كثير. وفي شيء مهم كثير ثاني اللي هو عنصر اساسي بواتساب هو التواصل، الرسائل الصوتيه، الرسائل النصيه المكتوبه او الفيديوهات او الصور. وثالث شيء عم يزيدوا عليه اللي هو القدره انه المؤسسه تدفع لنا مصاري، يعني حدا بده يدفع للمؤسسه مصاري لحتى يشتري منكم هالمنتجات وهيك، فهيدي كلها بتأثر على طريقتكم بالبيع وبالتواصل. فأنا بدي أشكركم لكنتوا معنا نحن اليوم، وهيدي معلومات من يلي نحكى فيها بإيفنت عملته فيسبوك لأوروبا الشرق الأوسط وأفريقيا إيميا، عم يحكوا فيه عن واتساب اليوم وكيف صار وشو تحسينه وين واصل فيه. انتم بهالوقت اذا عندكم حيلا اسئله عن هذا الموضوع او غير اسس عن موضوع قدره الشراء على الانترنت، انا حاضر اجاوب عنها. شكرا لكم.